يعني كسادية بس مسكرة. عشان نعملها محتاجين صوص فراولة، صوص توت، صوص شوكولاتة، صوص كراميل، جبنة كريمي، سكر بودرة، فانيليا، عيش تورتية طبعا، زبدة، سكر وقرفة، كريمة خف، نعناع، وزي ما قلت لكم اي صوصات انتوا حابينها. هنعمل ايه؟ سكر بودرة، هحط فانيليا، هحط جبنة. هي رانيا فين يا هدى؟ وهقلب الكلام ده كله مع بعضه، يبقى جبنة وفانيليا وسكر بودرة، وأقلب كويس قوي 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 لحد ما كل الأشياء تمتزج مع بعضها. وبدل ما احط الزيت هحط زبده صراحه، على اساس ان الحلو محتاج ايه؟ طعم لطيف من الزبده، فانا هحط زبده بدل الزيت. ادي يا جماعه الزبده اهي، واخد طبعا ممكن تحطوا فاكهه في النص، تحطوا مكسرات، تحطوا اللي انتوا عايزينه. وبعدين انا هجيب الكلام ده كده هقول لكم هنعمل بيه ايه دلوقتي، بس انا هاخد الكريم تشيز اللي اديناها فانيليا وسكر، وهحشيها جوه العيش اللي فريق الانقاذ دخله لنا. اقدر زي ما قلت لكم احط مكسرات، احط فاكهه، احط اللي انا عايزاه. انا قلت بس خلينا نعمل حاجه بسيطه جدا النهارده، ما تبقاش حاجه فيها ايه شغل كتير او مكونات كتير، لكن طبعا برضو انتوا حطوا اللي انتوا عايزينه. متخيلين بقى الطعم؟ هجيب بولة هحط فيها سكر سنترافيش أو بودرة، وهحط شوية قرفة وهقلبهم مع بعض، وهقوم رايحة عند الرغيف اللي لسه طالع بزبدته ده، عشان كده ما حطيتوش على مناديل، وأقوم واخدة ده. يا عيني يخصني الساندوتش ده، معلش مع احترامي. ونبتدي انا زي ما انتم شفتوا كده، دول قطعتهم على 3 بدل 2 عشان يبقى حلو. طيب اللي ما عندوش عيش تورتيه يا اميره يعمل ايه؟ يمكن المنطقه اللي انا فيها ما فيهاش عيش عيش لبناني، وعيشوا حياتكم. لكن انتوا لو حابين تضيفوا تضيفوا، صراحه مش عايزه اضيف له اي حاجه، حاسه ان هو كده ايه مكتفي بذاته يعني.